السلام عليكم ورحمة الله. طلاب مدارس النظم الحديثة الصف الأول الثانوي العلمي مادة علوم الأرض، هنحكي اليوم عن الوحدة السادسة، عن الفلك وعلوم الفضاء. هذه الوحدة تضم فصلين، الفصل الأول جغرافية الكرة السماوية، والفصل الثاني النظام الشمسي. هنبدأ بالفصل الأول، نحكي عن الكرة السماوية. في هذا الشكل نموذج مصغر للكرة السماوية الأرض، وهي محاطة بالأجرام السماوية من نجوم وكواكب وأقمار. بتعريف الكرة السماوية، هي عبارة عن كرة وهمية، طبعا ظهرت على شكل كرة لأنه الأرض تقريبا كروية، فتظهر السماء على شكل كرة وهمية ضخمة تبدو الأجرام السماوية من نجوم وكواكب وأقمار فيها، وكأنها مثبتة على السطح الداخلي لها ومركزها الأرض. نعتبر أن الأرض هي مركز هذه الكرة، أي مركز الكون، لتسهيل الدراسة فقط. حقيقة الأرض ليست مركز الكون وليست مركز الكرة السماوية، لكن لتسهيل الدراسة نعتبرها هي مركز الأرض. لو طلعنا على الأجرام السماوية ليلا نشوفها بتتحرك من الشرق إلى الغرب باتجاه مع عقارب الساعة، وهي الحركة هي حركة ظاهرية، يعني الحركة الفعلية لهاي الأجرام، الحركة الفعلية رؤيتنا إلها معدومة سبب البعد الهائل إلها. فما نراه من حركة هي حركة ظاهرية، سببها الرئيسي هو حركة الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق عكس عقارب الساعة. إذن نتفق أنه هاي الحركة للأجرام السماوية هي حركة ظاهرية من الشرق إلى الغرب، لأن الأرض تتحرك فعليا حول محورها من الغرب إلى الشرق عكس عقارب الساعة. جزء من الكرة السماوية اللي هو فوق رأس الراصد يسمى القبة السماوية. القبة السماوية جزء، هذا الجزء من الكرة السماوية فوق الراصد، يعني لو الراصد واقف في النصف الشمالي راح تظهر له هاي القبة. شو تعريف القبة؟ القبة هي الجزء العلوي من الكرة السماوية فوق أفق الراصد، والتي يشاهدها الراصد على الأرض فعليا، ويختلف شكلها من راصد لآخر حسب موقعه على الأرض. سبب ظهورها على شكل قبة هو انحناء سطح الأرض الكروي. يعني أنا في عمان وبنظر إلى السماء ليلا، ما أشاهده ليلا من السماء كواكب أقمار نجوم يختلف كليا عن ما يشاهده راصد آخر يقف في أمريكا مثلا، تختلف عن واحد في روسيا، عن واحد في الصين. لكل شخص على سطح الأرض منظر أو شكل من السماء يختلف من راصد إلى آخر. ما نراه فعليا على شكل قبة يختلف من شخص إلى شخص، السبب اللي هو انحناء سطح الأرض الكروي. لتسهيل الدراسة لهاي الأجرام السماوية اللي بتكون على القبة، كواكب، القمر، الشمس، النجوم، لتسهيل دراستها وتحديد مواقعها لابد من التعرف على معالم الكرة السماوية. إذن نتعرف على المعالم لتحديد موقع جرم سماوي على الكرة السماوية يلزمنا إحداثيات ومعالم كما هو الحال على الأرض. يعني أنا في مدينة عمان، خط عرض أو دائرة عرض 32 درجة وخط طول تقريبا 36 درجة، فأنا حددت مكاني من خلال دائرة العرض وخط الطول. كذلك يمكن تحديد موقع جرم سماوي زي الشمس في يوم مثلا 16/9، إحداثيات القمر، وين القمر موجود بالنسبة للقبة السماوية في يوم مثلا 20/3. حتى نحدد المواقع بالضبط لازم ندرس معالم للكرة السماوية. أولى هاي المعالم هما القطبان السماويان، قطبان سماويان، قطب شمالي سماوي، قطب شمالي سماوي، وقطب جنوبي سماوي. قطب الشمالي السماوي تعريفه نقطة على سطح الكرة السماوية مباشرة فوق القطب الشمالي الجغرافي للأرض،
وعلى امتداد المحور الواصل بين قطبي الأرض ومركزها، ويمثلها النجم القطبي الشمالي. يعني هذا الموقع هو الشمال الجغرافي للأرض. مباشرة فوقي على سطح الكرة السماوية يقع القطب الشمالي السماوي، وموجود فيه نجم يسمى نجم القطبي الشمالي. بالمثل قطب الجغرافي للأرض، الجنوب الجغرافي للأرض، مباشرة فوقي وعلى سطح الكرة السماوية يمكن تحديد موقع يمثل القطب الجنوبي السماوي. لا يوجد نجم على فكرة، هي النقطة وهمية على سطح الكرة نسميها القطب الجنوبي السماوي. القطب الجنوبي السماوي والقطب الجنوبي الجغرافي للأرض والقطب الشمالي الجغرافي للأرض والقطب الشمالي السماوي للكرة السماوية جميعها تقع على خط واحد، على امتداد محور واحد. لذلك موقع هاي الأقطاب الشمالي السماوي والجنوب السماوي لا يتغير، السبب أنهم بقعوا على محور واحد. نروح لدائرة اسمها دائرة استواء السماء. دائرة استواء السماء هي دائرة عظمى. كلمة عظمى، الدائرة العظمى، تعني أنها تلامس الكرة السماوية ومركزها مركز الكرة السماوية. يعني بدي أرسم دائرة كاملة تلامس الكرة السماوية من هون الأطراف، ويكون مركزها الأرض. ما بصير أرسمها فوق ولا أرسمها تحت، ما بصير أرسمها بهذا الشكل يعني تكون صغيرة هيك، لا، لازم تكون عظمى تلامس الكرة السماوية ويكون مركزها مركز الأرض. ميز دائرة استواء السماء أنها بتصنع زاوية 90 درجة مع المحور الواصل بين القطبين السماويين. أي المحور الواصل بين القطبين السماويين بعمل خط يمثل زاوية 90 وبرسم عليه دائرة. هاي الدائرة اللي أنا رسمتها اللي هي العظمى مركزها الأرض هي دائرة استواء السماء. تقسم السماء إلى نصفين، نصف شمالي ونصف جنوبي، وهي ثابتة الموقع لا تتغير لأن القطبين السماويين ثابتين لا يتغير. نروح لمصطلح جديد، إشي اسمه السمت والنظير. السمت، السمت هي نقطة على سطح الكرة السماوية مباشرة فوق رأس الراصد الواقف. الواقف يعني مش متحرك، مكانه ثابت، يراها الراصد ويحددها لأنها تقع على القبة السماوية فوق أفق المرئي، وتتغير بتغير موقع الراصد. يعني لو شفنا الراصد ألف، هذا الراصد ألف، النقطة اللي فوقي مباشرة هي السمت، يا السمت، شوف الراصد باء، النقطة المباشرة فوقي هي السمت. بالمقابل في عنا نقطة أخرى اسمها النظير. النظير نقطة أيضا على سطح الكرة السماوية أسفل قدمي الراصد، يعني الراصد باء، هاي النقطة أسفل قدمي على سطح الكرة السماوية وعلى امتداد المحور، هاي تسمى بالنظير. شوف الراصد ألف، هاي الراصد ألف، هاي سمت فوقي، أسفل قدمي وعلى سطح الكرة السماوية يسمى النظير. لذلك كل راصد له سمت ونظير، والراصد الواحد إذا تغير مكانه تغير سمته وتغير نظيره. لذلك عندنا عدد لا نهائي من نقاط السمت والنظير. ما يعتمد على السمت والنظير دائرة الأفق. دائرة الأفق هي دائرة عظمى على سطح الكرة السماوية تميل بزاوية 90 درجة عن المحور الواصل بين السمت والنظير. لو أخذنا الراصد ألف، الراصد ألف هاي سمته، ننزل أسفل قدمي على سطح الكرة هي النظير، إذن هاي المحور الواصل ما بين سمته ونظيره للراصد ألف. وجينا عملنا دائرة 90 درجة، دائرة عظمى 90 درجة على المحور الواصل ما بين السمت والنظير، تطلع عنا دائرة أفق الراصد ألف. شوف الراصد باء، الراصد باء هي سمته وهيك نظير، هي المحور الواصل بين السمت والنظير للراصد باء. هاي الدائرة العظمى تلامس الكرة السماوية ومركزها مركز الكرة السماوية، هاي الدائرة تمثل دائرة أفق الراصد باء. إذن لكل راصد سمت ونظير ودائرة أفق. تغير مكانك تغير السمت، تغير النظير تغيرت دائرة الأفق. لذا أيضا هناك عدد لا نهائي من دوائر الأفق. نروح نشوف ما يسمى بدائرة زوال الراصد. دائرة زوال الراصد، هاي الدائرة اللي باللون الأحمر هي دائرة عظمى
كمان مرة عظمى تلامس الكرة السماوية، مركزها مركز الكرة السماوية اللي هو الأرض، وهاي الدائرة العظمى حتى أسميها دائرة زوال لازم تمر بست نقاط، لازم تمر بست نقاط: الشمال السماوي، الجنوب السماوي، وسمت الراصد. هاي النقطة سمت الراصد حطيناها هون لأنه السماء كروية، ونظير الراصد. إذا هاي صار عندي أربعة كمان مرة: الشمال السماوي، الجنوب السماوي، السمت، والنظير. ظل عندنا نقطتين اللي هي النقطة الجنوبية من الأفق. النقطة الجنوبية من الأفق هي آخر نقطة تكون مع الأفق باتجاه الجنوب، تسمى النقطة الجنوبية من الأفق. وآخر نقطة يمكن أن يراها الراصد من جهة الشمال مع الأفق تسمى النقطة الشمالية من الأفق. فصارت عندنا دائرة الزوال اللي هي اللي باللون الأحمر، هي دائرة عظمى تمر بست نقاط: قطبين السماويين الشمالي والجنوبي، السمت والنظير، والنقطة الجنوبية من الأفق، والنقطة الشمالية من الأفق. ميزة هاي الدائرة إذا وقعت عليها الشمس نهارا فيكون منتصف النهار. إذن الهدف من تحديد دائرة الزوال هو تحديد الوقت. إذا وقعت الشمس على هذه الدائرة دائرة الزوال نهارا بكون منتصف النهار، وبعد 12 ساعة بكون منتصف الليل، فبتكون الشمس وقعت على دائرة الزوال من الجهة المقابلة للراصد لكن أسفل دائرة الأفق. شوف ما يسمى بدائرة البروج. دائرة البروج اللي أنا عاملها هون باللون الأصفر، دائرة البروج دائرة عظمى زي ما احنا شايفين، هي دائرة عظمى تلامس الكرة السماوية، مركزها الأرض، تميل بزاوية 23.4 درجة عن دائرة استواء السماء. هاي الدائرة اللي باللون الأسود هي دائرة استواء السماء، فعندنا دائرة عظمى تميل عنها بزاوية 23.4 بالعشرة درجة. هاي الدائرة اللي هي دائرة البروج هي خط مسار الشمس ظاهريا حول الأرض في سنة، يعني هيك تتحرك الشمس خلال سنة حول الأرض، سموها دائرة البروج، تميل عن الاستواء 23.4 درجة. إذا بنلاحظ أنه دائرة البروج تقاطعت مع الكرة السماوية في نقطتين، النقطة هاي النقطة هاي. النقطة هاي دائما فوق دائرة الاستواء تسمى الانقلاب الصيفي. الانقلاب الصيفي يعني بتكون الشمس في هذا المكان في يوم 21/6، يوم 21/6 اللي هو الانقلاب الصيفي، اللي هو أكبر عدد ساعات نهار وأقل عدد ساعات ليل، 21/6 بداية فصل الصيف. في النقطة المقابلة هون تقاطع البروج مع الكرة السماوية اسمها الانقلاب الشتوي، تصادف 21/12 من كل عام. طبعا 21/12 اللي احنا بنسميها بداية المربعانية، انه أبرد أيام السنة فصل الشتاء. 21/12 بكون عندي أكبر عدد من ساعات الليل وأقل عدد من ساعات النهار. إذا بنلاحظ كمان تقاطع دائرة البروج مع دائرة الاستواء في نقطتين، النقطة هاي المقابلة إليك دائما اسمها الاعتدال الربيعي، تصادف في 21/3، يكون عدد ساعات الليل يساوي عدد ساعات النهار. كذلك هاي النقطة تسمى الاعتدال الخريفي، تصادف في يوم 23/9. إذا بتلاحظ كلهم 21 21 21، ما عدا الاعتدال الخريفي بيصادف في 23/9. طبعا هاي التواريخ مش دقيقة 100%، ممكن تزيد يوم أو تنقص يوم، لكن متعارف عليها أنها ب 21 ما عدا الاعتدال الخريفي ب 23/9، أيضا بكون عدد ساعات الليل يساوي عدد ساعات النهار. إذا دائرة البروج خط مسار الشمس الظاهرية في سنة، يميل عن الاستواء ب 23.4 درجة، تقاطع مع الاستواء في نقطتين، اعتدال ربيعي ب 21/3 واعتدال خريفي ب 23/9، تتقاطع مع الكرة السماوية في نقطتين، الانقلاب الصيفي 21/6 والانقلاب الشتوي 21/12.
آخر معلم من الكرة السماوية اللي هي دائرة الساعة. دائرة الساعة أنا عاملها باللون الأزرق. دائرة الساعة هي دائرة عظمى تلامس الكرة وتمر بجرم سماوي تسمى دائرة الساعة. هذا الجرم السماوي ممكن يكون الشمس، ممكن يكون القمر، أي نجم. فدائرة الساعة هي دائرة عظمى تمر بقطبين سماويين، الشمال السماوي والجنوب السماوي، وتمر بالجرم السماوي. ممكن يكون الجرم هون مثلا، أجي برسم له دائرة جرم تمر بالقطبين، إذا يكون الجرم السماوي في هاي النقطة، في هاي هون مثلا، باجي برسم دائرة عظمى تمر بالقطبين السماويين وتمر بالجرم السماوي. هاي المعالم اللي احنا شفناها واللي احنا درسناها، هاي المعالم راح تفيدني بعدين في تحديد مواقع الأجرام السماوية في الحصة القادمة إن شاء الله.